من بعد وصول أنس الشايب لدبي والجمهور عم ينتظر لقاء يجمع بين أنس وبيسان، خاصة من بعد ما صاروا تحت الأنظار من بعد ما أعلنوا عن خبر انفصالهم ضمن عدة مقابلات وخرجات سابقة، وخاصة أنهم ساكنين جنب بعض بدبي، فتوقع الجمهور لقاء يجمعهم مع أحد أصدقائهم المشتركين اللي من بينهم وأكثرهم مو فلوكز ونارين بيوتي. وهالمرة تفاجأ الجميع بتواجد أنس الشايب ببيت نارين بيوتي، حيث شارك عدة ستوريهات رفقة نارين. الله عليك نارين بيوتي، مالك في الطبخ؟ شو حط عليك؟ أطيب مقلوبة. أقوى مقلوبة. يعني بعدين ما في مستشفى؟ في بس بيتزا هات هلا حيوصل. احتمال إذا ما صارت الطبخة ما أعمل. طب شو المواصفات المقلوبة نارين؟ مكونات مو مواصفات. مكونات جزر وباذنجان وزهرة. هاي المقلوبة الفلسطينية. وشو؟ ورز وصنوبر وجاج. كم شغلة تانية مو مهمين يعني عادي حتى. الله عليك إنني يعطيك العافية. أنا متحمس كثير أكل المقلوبة. طيبة. واللي فاجأ الجمهور أكثر هو تواجد بيسان ببيت نارين بعد لحظات من تواجد أنس هناك، ولكن ما جمعهم ولا ستوري ببعض وما شفناهم مع بعض، مما خلى الجمهور يعلق عن إمكانية لقاء أنس وبيسان ببيت نارين وعدم تصويرهم مع بعض. فشو رأيكم أنتو؟ هل ممكن نشوف صلح بين بيسان وأنس بعد هذا اللقاء أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. ايه شوفي بيسان، هلا منافسة مع شيرين، ماشي؟ شيرين جاوبت على السؤال صح، هلا دورك. برأيك هل ممكن ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم؟ ان شاء الله بحس يعني بلد عربي، يعني ان شاء الله. يا مثل مين؟ طيب اعطيني بلد عربي. مثل مين برأيك يعني ممكن؟ سوريا. طيب برشلونة؟ برشلونة انا بحب ريال اكثر. هيلعبوا ريال ضد برشلونة؟ مين حيفوز؟ ممكن كأس العالم نفس المجموعة. كذاب. لا ريال.